عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنعرف ازاي نستخدم الايميل بطريقة صحيحة. طبعا الموضوع ده بديهي لناس كتير قوي ومعروف، لكن في ناس بعض الناس بتتلخبط في هذا الموضوع. نخش هنا على البريد الالكتروني جيميل، وبتخش هنا على حاجة اسمها انشاء رسالة، وطبعا الناس بتكتب هنا يعني بتسيب الجزء دوت، وهنا اهم شيء اللي هو ارسال الايميل نفسه. يعني احنا اخترنا منها الايميل اللي هنرسل اليه، فخلنا كوبي وهنرسل على هذا الايميل، وتكتب الموضوع. ها موضوع تحية، يعني طبعا الشخص ده معرفوش، فهنبعت له رسالة كده وخلاص، تحية طيبة. هنا تحية طيبة، يعني ده اسم الموضوع اللي هيشوفه. تمام، مضمون الموضوع بقى تحت. طبعا زي ما انتم شايفين كده اهو، مضمون الموضوع ده فاضي فارغ. بنكتب مثلا ايه، اليكم ايه كورسات شرح مايكروسوفت اكسس، اليكم عشان ده انا معرفوش، اليكم كورس شرح مايكروسوفت. طبعا وهنا بترفق معاه اللي انت عايز ترفق ملف وكام ده. طبعا دي حاجة للتجربة، وهنقل من ارسال لرسالة، هذه رسالة للشخص اللي انا معرفوش اصلا. فبنيجي هنا على البريد المرسل اهو، تمام، البريد المرسل اهو، بتخش عليه وبنعرف تفاصيل ايه الرسالة. طبعا عندك ايه، تحية طيبة كمضمون الموضوع، والايه مضمون الكلام الموجود في الرسالة. دي هي الطريقة السليمة لإرسال رسالة إلى الإيميل. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.